يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين كفر قارون للنعمة وبين نسبة المرأة المولودة إلى أن الولي هو الذي رزقها به؟ لا، هذه أشركت في الربوبية، قالت إن الولي هو اللي خلق هذا المولود. يعني فيها الآن من صرح بأن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون. واحد صوفي أو من الصوفية الآن يقول إن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون، هذا شرك ما قاله الأولون ولا الآخرون والعياذ بالله. لكن الإنسان يصل إلى حد يعني ما يتصور في السفاهة والبلاهة، لأن الله سلبه العقل لما أشرك بالله وابتدع في دين الله، سلبه الله العقل فصار يهدي بما لا يعقل. نعم.